ضيفنا لليوم بالفعل اخترق حدود الإبداع بمهاراته الهندسية وقدراته في صنع المحتوى، وجمع بين المهندس أو الهندسة المدنية في بناء وتصاميم المنازل اللي نعيش وأيضا المكاتب اللي نعمل فيها، وصنع محتوى يمتلك القدرة على تشكيل الأفكار ونقلها بالفعل بطرق مبتكرة وجذابة. يعني ما نتعرف أكثر على كيفية الجمع ما بين هذا العالمين المختلفين من أجل خلق تأثير إيجابي في المجتمع من خلال منصات السوشيال ميديا مع المهندس الإماراتي وصانع المحتوى عبد الله المرزوقي. صبحك الله بالخير عبد الله، حياك الله. صباح النور والسرور، الله يحييك ويبيك. الله يحييك عبد الله. في البداية كنت تعمل في شركة عالمية خاصة بالمقاولات والهندسة وأيضا بترولية، وتركت الشغل هناك وانتقلت لصناعة المحتوى عالم السوشيال ميديا، شو هي الأسباب؟ هي بداية ما كانت مرحلة مفاجئة، هي كانت تراكم عدة سنوات. تمام. من 5 سنوات تقريبا من يوم ما بديت صناعة المحتوى، فوصلت إلى مرحلة أني لازم أتخذ قرار عشان أستثمر في الوقت اللي أنا أقضيه في العمل، في العمل الوظيفي، أقضيه في صناعة المحتوى وأنوع من أعمالي الخاصة. ما شاء الله. فلذلك يعني السبب الرئيسي كان هذا الشيء، وأيضا الأسباب الثانية اللي الواحد يبي يطور في صناعة المحتوى. صحيح، يعني عبد الله ما يتفاجأ، يعني ما كانت فريمة. وليدة لحظة الفكرة، لا. كانت عبارة عن استراتيجية وخطة لين ما انتقلت إلى هذا العالم بشكل يعني نقول كامل وبشكل مستقل. ما شاء الله عليك مهندس مدني. صحيح. شو المواضيع أو الأفكار اللي تحب دائما تطرحها في السوشيال ميديا من خلال الفيديوهات اللي تنشرها؟ أنا دائما أحب أحرص على أن بما أن مجالي الهندسة المدنية وأحب ولي شغف خلنا نقول في العقارات والاقتصاد وأيضا صح. الهندسة المعمارية. يمكن المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين ما يتحابون كثير، ولكن ممكن نحن في تنافس هي في تنافس فعلا دوام. وكل واحد يكمل الثاني، ولكن خاصة في المشاريع، ولكن يمكن الأشياء اللي أنا أطرحها لي توجه شخصي فيها، بحيث أني هذا الشيء وهذا الشغف يخليني أصر أني أوصل الأهداف اللي أنا أبغاها، سواء كنت أبغى أوصل رسائل، أبغى أوصل معلومات، أبغى أرفع من ثقافتي أنا قبل الناس، وأعلم بعدين الناس من خلال نقل المعرفة. جميل. والحلو عبد الله في الموضوع أنك قاعد تنقل محتوى هادف، وبناء وشيء يرتبط أيضا أكيد على تعليمك، يعني يرتبط أيضا نقول بالتخصص. يعني جميل جدا أن الشخص ينقل معلومات صحيحة وبالشكل أيضا المطلوب للجماهير أو للمتابعين. قبل اختيارك لأي موضوع، شو الأساسيات اللي تكون ببالك قبل ما تطرح هذا الموضوع أو هذا الفيديو؟ دائما أنا أول شيء أحرص عليه، طبعا إذا كان في مواضيع متداولة الناس تبحث حولها، فهذا طبيعي أي صانع محتوى يبحث عنها، بحيث أنه يوصل رسائل هذا الموضوع بتخصصه أو مجاله. لو كان الموضوع المتداول اليوم في كوارث طبيعية صارت خلال الفترة الأخيرة، ممكن المهندس اليوم أو أنا كصانع محتوى هندسي أربط هذا الموضوع في مجال تصميم خلنا نقول الأبنية أو المباني. حلو. الخاصة بالزلازل، فهذا أنت هني توصل رسالة للناس خلنا نقول أو الأشياء اللي ممكن يعرفونها من خلال هذه المواضيع اللي تحصل. تمام. والناس ما قلت في وايد يعني مواضيع تكون متداولة عبد الله وتكون أكثر انتشارا، بالتالي أنت كيف تخلي محتواك مميز ويكون مختلف عن الآخرين؟ دائما أحرص على البساطة، دائما أي صانع محتوى يحاول يوصل الصورة ببساطة. تمام. والشغلة الثانية أنه يكون في نظام متسلسل يوصل الرسالة للجمهور. صحيح، وبطريقة جذابة، لأن كل شخص عبد الله له طريقته في الطرح. يعني في ناس تقول لك أنا جذبني في صانع المحتوى أو في هذا الفيديو طريقة الطرح، الصور، الساوند إفكتس، طريقة الصوت، طريقة صحيح المونتاج، فبالتالي هي عناصر مختلفة تخلي الناس أكيد تجذب المتابعين. أكبر تحدي واجهته من بداية في صناعة المحتوى وبالتحديد بما يخص عالم الهندسة المعمارية أو المدنية؟ اليوم أنا يمكن في مرحلة انتقالي من الهندسة المدنية إلى الإعلام وصناعة المحتوى، ممكن أكبر تحدي صادفني اللي هو موضوع الدخل، وهذا طبيعي. اليوم أنا كنت في مرحلة دخل مستقر في وظيفة، انتقلت إلى مرحلة دخل غير مستقر. صح. فلذلك اليوم يعني هذه واحدة من الأشياء. الشيء الثاني، السبب التحدي الثاني اللي هو اليوم نحن كصناع محتوى يعني الأفضل والأنسب أن نصنع محتوى أصلي، بمعنى أن لو في مثلا مشروع إنشائي أبغى أغطيه أو مشروع جديد مثلا. تمام. في الإمارات أو حتى في خارج الإمارات أبغى أغطي، لازم أوصل لهذا المشروع وأغطيه بحيث أن المشاهد يشوف هذا الشيء على أرض الواقع،
ويتناسب. اليوم الصور ممكن تدل على المفهوم، ولكن دائما الواقع افضل. صحيح، الواقع افضل، والصوره لما تكون تجمع بين الصوت والصوره وايضا الفيديو يكون افضل للمتابع او للمشاهد. عبد الله، خلينا نعرف الناس عليك اليوم اكثر، وخلينا نتابع احدى فيديوهاتك في صناعه المحتوى وبالتحديد الهندسه المدنيه. ان شاء الله. مشاريع ضخمة في العالم تتصنع من هذا المكان في الإمارات. أكيد شفتوا صور لهذا الشيء اللي يبنونه الحين. صح، هذه فلل لمشروع جزيرة شبارة في البحر الأحمر. أنا حالياً موجود في مصنع جراند كرافت، أحد المصانع الرائدة في إنتاج المعادن للمشاريع المعقدة والأيقونية في العالم. شيء نفتخر فيه أن أشياء تتصنع في الإمارات وتتصدر إلى العالم. وإذا تبون تعرفون أكثر عن هذا المصنع، اترقبوا تغطية إن شاء الله لهذا المكان. يعني ما شاء الله تبنى، الحين شفنا في الفيديو عبد الله مقتطفات لتصويرك بعض الأماكن في دولة الإمارات اللي تركز على مختلف الصناعات. خلينا نتكلم عن المصانع اللي ركزت عليها، وليش اخترت بعض هذه الأماكن أو مثل هاي المصانع في الدولة؟ فعلا اليوم الحمد لله في دولة الإمارات اقتصادنا فيه ممكنات، وفيه أيضا حتى مصانع وأعمال وشركات ومؤسسات تعمل خلف الكواليس. لو كانت في مشاريع معقدة وأيقونية في العالم، أنا حبيت أني أطلع هذه الصورة، هذه الشركات اللي موجودة في السوق الإماراتي، بحيث أن نحن نوصل رسالة للعالم أن هذه الأشياء موجودة في الإمارات، والشركات اللي موجودة في الإمارات قادرة أنها تعمل على أي نموذج أو على أي صناعة. حلو، يعني عبد الله ايش كثر ياخذ منك وقت لين ما تبحث عن، نقول مثلا شركه او مصنع او مكان انت محط ببالك راح تصوره، ايش كثر ياخذ منك وقت لين ما تجمع عنه معلومات وبعدها تروح هناك يعني لارض الواقع او المكان هذا وتبدا تصور فيه؟ نعم، هو يعتمد اذا كنت انا بوصل المكان هذا وبصوره، او كان نموذج فيديو ممكن انا اصوره من خلفي. مش دائما تروح يعني؟ نعم، هي مش دائما اروح، ولكن خلينا نقول اليوم صانع المحتوى ضروري انه يهتم بعلاقاته، ان بحيث ان شبكه المعارف عنده راح تساعده كثير فانه يوصل لسواء كان لاصحاب هذه الشركات او للاشخاص اللي ممكن يساعدونه في الربط بينه وبين هذه الشركات، بحيث انه يطلع تعاون مثمر، وخلنا نقول ونطلع الصوره الطيبه عن المحتوى. ولكن بشكل عام خلينا نقول يعني ياخذ لي اسبوع اذا كنت بوصل جهه معينه، لان تعرفين انت اجراءات واشياء وتقديم معايير وموافقات وتقديم معايير وتدرسين اصلا المكان قبل ما تروحين، فهذا الشيء يعني الواحد لازم يلتزم فيه على اساس ياخذ الصوره ويقدر يكتب الاشياء اللي هو بيحطها في الفيديو. صحيح. عبد الله، ميزه من مميزات مواقع التواصل الاجتماعي انت تقدر تاخذ الفيدباك او تقدر تتواصل مع الناس بشكل مباشر من خلال الرسائل وايضا المسجات. شو اكثر الاسئله اللي تجيك عن بعض الفيديوهات، وشو بعض المواضيع اللي بالفعل ممكن تنطلب منك والناس تقول لك عبد الله احنا محتاجين اليوم نعرف هذا عن هذا الموضوع او عن هذا المكان؟ حاليا في المرحله الحاليه دائما الناس يبحثون عن المحتوى الاقتصادي، لان تعرفين اليوم الاقتصاد مهم في حياه الشخص او المجتمع، لان اليوم مفهوم الاقتصاد حتى يصب في مصلحه تحسين وتطور حياه الشخص. فالعاده يعني الناس وحتى انا بما اني حاب هذا المجال ابحث دائما عن رياده الاعمال والاقتصاد، فلذلك انا اشوف يمكن هذا الجانب اللي الناس كثيرين يبحثون حوله. دائما الناس تحب تشوف المشاريع الحصريه، دائما تطلب الاشياء الجديده اني اغطيها، والحمد لله دائما الاقبال خلينا نقول او المردود اللي لي من المشاهدات والمشاركات وايضا التعليقات اللي على المواد اللي انا اصنعها جدا الحمد لله مردودها طيب. حلو، هل تفكر نقول في عمل او صناعه محتوى تعليمي للناس اللي حابه تدخل مجالات الهندسه سواء المدني المعماري وغيره، او بالفعل سويت عبد الله الاشياء الخاصه بمجال الهندسه؟ نعم بالفعل، انا اليوم انا وحده من الاهداف اللي كنت انا اسعى لها في صناعه المحتوى اني ابين الهندسه المدنيه وجوانب الهندسه المختلفه. حلو. بحيث ان الناس او الاجيال اللاحقه التي ورانا يمكن ما بنقول تقتدي فينا، ولكن توصل لهم معرفة ونحن ننقلها من خلال خبرات ممكن نحن نمارسها على أساس تسهل عليهم المراحل هذه. جميل، يعني عبد الله قلت ان انت من قبل ما تترك العمل او الوظيفه اللي انت كنت فيها انت كنت بادي اوريدي في مجال السوشيال. صح. ميديا، بالتالي من خلال هذه التجربه وعلى مر هذه السنوات شو المهارات اللي انت اكتسبتها بالفعل؟ ثلاث يمكن مهارات لازم الواحد يقتدي فيها، لموضوع يمكن الصبر،
لان دائما صانع المحتوى يحتاج يصبر، يحتاج يصبر حتى على المواد المحتوى اللي هو ينتجها. في محتوى ممكن راح يشوف منه مردود، وفي صح محتوى ما راح يشوف منه مردود، او الشيء اللي يعيبه خلينا نقول. لذلك الصبر جدا مهم، التضحيه. اذا الواحد لازم خلينا نقول يترك الاشياء اللي يحبها في هذه، ممكن في مرحلة ما، عشان أشياء هو يبي يوصلها. أيضا أن الواحد يخطط لأهدافه ويوضحها، هذه جدا إن شاء الله أنه إن شاء بتخليه الله. يساعده أنه يوصل للطموح اللي هو يبي. صحيح، لازم نفس ما قلت يكون تخطيط، مش انه مجرد فكره وهي ولدت اللحظه وانا اخذ القرار اللي قد يؤثر فعلا علي مستقبلا. فعلا بالتالي لما خط هذه الخطوه عبد الله انك تترك الوظيفه، كيف كان ردود الافعال من حولك، سواء الربع، الاهل، الاصدقاء؟ أكيد. اليوم يمكن الحمد لله أنه يمكن الأغلب اللي حولي يمكن هم أوريدي شغالين، وخلينا نقول يعملون في المسار المهني، فلذلك يمكن شيء كان خارج عن العادة، ويمكن لقيت اعتراضات من الأشخاص في العائلة. ولكن الحمد لله دام أنه الواحد شايف مردود وشايف فرص في مجال ما ممكن أنه تساعده في تطوير نفسه، هذا الشيء ما حد راح يفهمه إلا الشخص نفسه. صحيح وبعدين كل شخص ممكن يكون مسؤول عن نفسه، سواء كان اتخذ هذا الإجراء، أو خلينا نقول المرحلة اللي خذها هو ممكن كانت لها إيجابية ولا سلبية. في النهاية الواحد ممكن يتعلم، سواء كان بالنجاح أو بالفشل، ونطمح أكيد للنجاح. صحيح، والشغف والحب والتعلم هو دائما يخلي الاشخاص المتميزين عبد الله يبحثون عن الجديد. من خلال هذه الخبره وتواجدك كصانع محتوى في منصات التواصل الاجتماعي، تفكر فيما بعد انك تطرح مواضيع مختلفه غير مواضيع نقول مثلا البحث عن الشركات الجديده، الانشاءات الجديده، او حتى اشياء غير الهندسه المدنيه؟ نعم فعلا، انا يمكن قلت ان سابقا ان يمكن لي في الجانب العقاري والجانب الريادي، فهذا الشيء جدا مهم، خاصه اليوم الاسواق، سواء كانت الاسواق المحليه، عندنا اسواق بتشجع الواحد انه يشتغل في هذا المجال. وطبيعي اي صانع محتوى لازم ما يتم في صناعه المحتوى، لابد انه بيوصل مرحله يستثمر في مجالات اخرى، وهذا هدف صناعه هذا واحده من الاهداف حلو. الثانيه لصناعه المحتوى اللي انا اطمح لها، ان الواحد يكون له اعمال ثانيه غير صناعه فعلا المحتوى نفسه. ويكتشف مجالات ثانيه عبد صحيح الله. يكتشف خلينا نروح فعلا معاكم مع المشاهدين فعلا. ونشوف بعد مقتطفات خاصه بصناعه المحتوى لعبد الله المرزوقي. هل شفتوا هذا الشيء يلمع في طريق دبي العين وسألتوا نفسكم شو هذا؟ خلوني أخبركم. برج الطاقة الشمسية المركزة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وظيفته أنه يتم تركيز عليه ضوء الشمس عن طريق مرايا أو عدسات، يعني ببساطة نركز مساحة كبيرة من ضوء الشمس على منطقة صغيرة في البرج، وبعدين تتجمع الحرارة وتتخزن في ملح مصهور، وهذا السائل المسخن يستخدم لإنتاج البخار اللي بدوره يشغل توربينات بخارية متصلة بمولد الطاقة الكهربائية. بس خبروني، هل لمحتوا هذا البرج ولا بعدكم؟ يعني حلو ان اخر شيء خليت فيه تساؤل عشان الناس يكون عندها فضول وتثير فضولها. عبد الله ليش اخترت هذا المكان بالذات؟ انا دائما انا اتنقل بين اماره واماره دوم، فيوم من الايام كنت ماشي من خط العين دبي وشفت هذا البرج. هو البرج في مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقه الشمسيه الله يحفظه. تمام. هذا المجمع شفت هذا البرج، فاول شيء سويته بحثت عنه طبعا، وخليت الفكره لي كماده ممكن كفكره محتوى، بعدين ان قلت بعدين يوم من الايام اكيد بطرحها. وسبحان الله في يوم من الايام شفت انه في خبر طلع انه تم افتتاح المرحله، تدشين المرحله الخامسه من المجمع نفسه، فقلت هذا هو وقته، هني نرجع لموضوع الاشياء المتداوله، فقلت هذا وقته بحيث اني اصنع المحتوى وهذا واشوف. اكيد حد يا له هذا التساؤل نفسي، يعني ما شاء الله كان انا شفت التعليقات اغلب الناس كانوا يسالون نفس السؤال هذا، شو هذا البرج؟ وبعدها شفت ان في حد نزل مثل هذا الفيديو او راح صور هناك البرج؟ نعم، انا في مجمع كم الطاقة الحمد الشمسية؟ لله في اعاده المشاركات لهذا المحتوى، لكن ما شاء ان شاء الله ان شاء الله ان تيسرت اكيد راح نحاول اكيد نتعاون ان نطلع هذا المشروع على الواقع اكثر ان شاء الله. عبد الله تفكر تصنع محتوى نقول مع مشاهير، بلوجر، او حتى أشخاص مثلك متخصصين في صناعة المحتوى لكن بحثا عن المعلومات أو عرض لبعض الأماكن أو الشركات؟ أنا الحمد لله بديت في برنامج أستضيف شخصيات من ما شاء الله. نعم في السوشيال ميديا، في التواصل الاجتماعي أستضيف منهم شخصيات في العقارات، في الاقتصاد، في الهندسة، شخصيات يمكن الناس ما سمعوا عنهم لكن حلو أن نسلط الضوء عليهم
ونشوف ونتعلم المجالات اللي هم فيها، ونوصل رسالة أيضا ونعلم الناس وننقل المعرفة اللي هم جربوها أو مروا فيها. فلذلك الحمد لله هذا النوع من التعاونات اللي أنا أشتغل فيها. وأيضا أكيد اليوم أي صانع محتوى يحاول يتعاون مع صناع محتوى آخرين في نفس مجاله، بحيث أنه يستقطبون أو يتبادلون المعرفة، وأيضا الجمهور حتى ممكن ينمون جمهور، ينمى الجمهور لكل شخص. صحيح. شو تنصح اليوم الشباب أو حتى البنات اللي توجهون لصناعة المحتوى لكن بعض الأحيان للأسف ما يكون عندهم هدف معين أو معلومة راح يقدمونها وراح تفيد المتابعة والمشاهد؟ دائما احرص على أنك أنت تبسط الأمور كلها على نفسك. دائما الكثير من المختصين يقولون الاستمرارية الاستمرارية الاستمرارية. صحيح. أنا أشوف يمكن التضحية والصبر، وأن الواحد مثل ما قلتي تفضلتي أن يحط له هدف، هذا جدا مهم، وأنه يبدأ الأمور بسلاسة، لا يتعب بعمره انه يشوف الخيال. انا بديت خلينا نقول بمحتوى مكتوب منشور، يعني وصلت اليوم الحمد لله اني استطيع اني انتج العمل كله بنفسي. هذا الشيء اكيد انه بيوصل لمرحله انه بيكون عندي فريق عمل. فلذلك اليوم الواحد يقدر يستغل الاشياء ممكن او منصات معينه يتعلم منها، او صناع يتابع صناع محتوى. اليوم في صناع محتوى يتكلمون عن كيف تصنع محتوى، هذا الشيء راح يسهل عليهم. فعلا اكيد عبد الله، نفس ما ذكرت اهداف واستراتيجيات ورؤيه تكون مستقبليه اكيد لصناعه المحتوى، عشان دائما نقدر نفيد المتابعين وايضا نقدر نفيد الشباب ونشجعهم على اخذ المعلومات الصحيحه اكيد في الوقت والمكان المناسب. كل الشكر لك صانع المحتوى والمهندس المدني عبد الله المرزوقي. شكرا، شكرا، تشرفت بهذه المقابله. الله يعطيك العافيه. الله يحفظك.